مشاهدينا الاعزاء اهلا بيكم معانا في رحله جديده من رحلاتنا السعيده. انا زهره رامي كابتن رحله النهارده معاكم، وعايزه اقول لكم ان اسرنا الحقيقه وصلوا بسلام وامان عشان نبتدي معاهم رحله النهارده. رحلتنا دايما فيها ضحك ولعب وجد وحب وحكي وحاجات كتيره جدا جدا جدا. اهم حاجه ان احنا نعرف نلعب مع بعض، ما نتخانقش مع بعض، ما نبقاش انانيين في اللعب، ندي فرصه لاخواتنا وحبايبنا واسرتنا ان احنا نعرف نقضي وقت حلو مع بعض. يلا بينا نستقبل اسرنا ونقول اهلا وسهلا. عاملين ايه؟ اهلا وسهلا. نبتدي على طول باليمين كده ونعرف اسره اللي معانا النهارده. بتبتدي من ادم. ازيك يا ادم؟ الحمد لله. عندك كام سنه؟ عرفنا عن نفسك اكتر. سبع سنين. كده سبعه؟ ماشي اوكي. اختك اسمها ايه؟ رودين. عندي 10 سنين. انتي الاخت الكبيره؟ اه. تاخدي بالك من الاخ الصغير وكده؟ اه. ودايما يعني بتلعبي معاه وتاخدي بالك منه كده؟ ده بجد صح؟ اه بجد. ايوه بجد. ماشي. ماما دعاء. جميل دعاء. ازيك يا دعاء؟ الحمد لله تمام. تشتغلي؟ اه ميك اب ارتست وربت منزل. يا ستي ربنا يكون في عونك. يا رب. ايوه الاب بقى. ايوه الاب طبعا اهم حاجه. سامح حلمي. استاذ سامح، حضرتك بتشتغل ايه؟ محاسب بالغرفه التجاريه للقاهره. اوكي. انتوا كلكم من القاهره؟ اه كلنا من القاهره. الاصل من القاهره. الاصل القاهره. اجدع ناس. الاسره الثانيه استاذ ايه بقى اللي موقفينك على حاجه عشان نطولك انت؟ اسمك ايه؟ نور. نور عندك كم سنه؟ ست. سته لوحدك؟ ماشي. اخوك اسمه ايه؟ نائر. ريان. انت نور ولا ناير؟ ناير. هو اسمه ناير وبيتلخبط في اسمه ليه؟ نور. اه انت مدلع نفسك. انت اسمك اصلا ايه؟ نور. ناير. انت متلخبط في اسمك. ناير. اسموك ايه في الشهاده؟ ناير. بس انت بتحبهم يقول لك يا نور. اشمعنى بقى؟ عادي. عادي هو كده. ماشي. اقول لك يا نور؟ هقول لك يا نور. ماشي. ريان عندي 10 سنين. 10 سنين. انت الاخ الاكبر بقى. عكس ناير. عكس ناير. اه ريان وناير. يا على الاسره الرايقه حبايبي. دي راح بورصه دي. ريان وناير وكده يا حبايبي. ماشي. ماما ميادة. ميادة. اوكي. بتشتغلي يا ميادة؟ اه دكتور في جامعة القاهرة. ما شاء الله. بتدرسي ايه؟ التربية الفنية. اوكي حلو. فنانة يعني. جميل. احمد مبروك محلل اقتصادي. محلل اقتصادي. محلل اقتصادي. بورصة. من القاهرة. القاهرة. اهلا وسهلا بيكم. طيب جاهزين نبتدي رحلتنا النهاردة؟ جاهزين. يا ولد على الحماس يا ولد. حلو الحماس جدا جدا جدا. قبل ما نبتدي احب اقول لكم طبعا هنلعب حاجات كتير قوي النهاردة، وان شاء الله ان شاء الله تقضوا وقته حلو. بس عندنا شوية قواعد لازم اقولها لكم ولازم نلتزم بيها لو عايزين تكملوا معانا الرحله. اوكي. اول حاجه ان احنا مش هنبص في الموبايل طول مده التصوير. كبار وصغيرين. ماشي اوكي. تاني حاجه ان احنا لما بنلعب اي لعبه وبنبهدل الدنيا لازم نرجع الحاجات مكانها واحنا اللي بننظف ورانا. اوكي. بنعمل كده في البيت. ماشي اوكي. بس هنعمل كده هنا. في حاجه عايزه افكركم بيها، ان انتوا دايما عندكم الصغيرين وسائل مساعده. اول حاجه استدعاء ولي امر، يعني لو اتزنقتوا هتشوفوا ماما او بابا، ودي طبعا هيبقى احلى استدعاء ولي امر. وتاني حاجه هتغنوا واحنا هنستحمل. لغايه دلوقتي ما حدش استدعى حد ولا غنى، بس اديني بقول لكم الا عليا. جاهزين نبتدي؟ جاهزين. موافقين؟ موافقين. طب اهم حاجه بقى، بما اننا عندنا بويز حلوين كده في الاستوديو، اهم حاجه بقى في الرولز بتاعتنا ما بنلعبش بالعنف خالص. ما عندناش لعبه فيها عنف لا زق ولا حاجات دي خالص. اوكي تعملوا انتوا كده؟ يعني ماشي. يبقى هنا برضو مفيش الحاجات دي خالص، ومش نودي وشنا الناحيه الثانيه، انا مش هسمح بده. اوكي؟ يلا جاهزين نبتدي؟ جاهزين. طيب الاول عايزه اعرف بقى انتوا عارفين بعض قد ايه، انتوا بينكم وبين بعضيكوا كده، فاسالكم اسئله سريعه وانتوا اللي هتفتنوا على بعض وتقولوا. اوكي؟ بابا ادم بيحب ايه اكتر لون؟ ادم بيحب اللون الاخضر. اخضر؟ ايوه صح. بابا نور مين اكتر حد صاحبه؟ عمر. عمر اسمه ايه؟ عبد الرحمن. عبد الرحمن يا بابا. عبد الرحمن يا بابا. ماما ايه اكتر ماده هي شطوره فيها؟ ودايما شاطره في الانجليش. انجليش؟ اه. وبتحب الانجليش؟ اه. ماما اللي بتذاكر لك؟ لا انا بذاكر. هي اللي بتذاكر. انت بتذاكري لوحدك بجد؟ بتطلع عليا. اه ماشي. حلو. تعتمد على نفسها بدل ما نعمل مشاكل. اوكي. ايه اكتر وقت بيقضيه ريان؟ يعني ايه اكتر حاجه ريان بيقضي وقته فيها؟ بيتوتي. هو
حبيبتي بيعمل ايه في البيت؟ بيلعب ببجي بقى او التليفون. لا مش بيلعب ببجي، بيلعب روبلوكس وبيكلم صحابه. انت مش عارفه يا ماما، مش عارفة ونور عارف اخوه اكتر. ولو بيلعب ببجي قولي له لا يا ماما. يا ماما والنبي. ماشي بابا، لا سوري ادم، قولي ايه اكتر اكله بابا بيحبها من ماما؟ الفاصوليا بالرز. الفاصوليا بالرز؟ ده بجد؟ الله ماشي اوكي. قول لي يا استاذ نور اكتر فريق بابا بيحب يشجعه. الزمالك. الزمالك، اه دي سهله دي. طيب ايه اخر هديه بابا جابها لك؟ بابا تليفون. تليفون؟ ده بجد؟ اه شاطره طبعا، انا فاكره اكيد دي حاجه مهمه. ناير ايه اخر حاجه؟ ريان سوري، ما ناير بقى وريان انتوا عاملين كيف نفسكم. ريان ايه اكتر حاجه ماما بتزعل منك فيها؟ لما ما اسمعش كلامها وكده. اه ومش مش بيساعدها. وايه؟ مش بيساعدها. مش بيساعدها. لا 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 بيساعدها. يا سلام حبيبي يا حبيبتي والنبي انت ام جميله. طيب ماشي نبقى ناخد بالنا الموضوع ده وما نزعلش ماما، موضوع سهل جدا. طيب نروح لماما هنا ونسال عن ادم ونقول ايه اكتر حاجه ادم بيحب ياكلها منك يا ماما؟ اكتر حاجه بيحبها؟ اه بتحب ايه ادم؟ لا ما بنسالش ادم بنجاوب. ايه النصيحه دي؟ قولي. احترت، هو بيحب اكتر اكله البيتزا. احترتي؟ بيتزا؟ ايوه 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 البيتزا. هي البيتزا انت جاي معاهم كده كده. ايه اكتر حاجه بتضايق نور من ريان؟ مش بيلعب معايا، عصبي معايا. ده بجد؟ دي اكتر حاجه بتضايقك؟ يا مفيش بقى عصبي النهارده خالص. لو في عصبية هنهدي نفسنا خالص عشان احنا النهاردة جايين نلعب ونروق ونعمل حاجات حلوة كده. جاهزين نبتدي أول حاجة معلومات عامة واحنا على الواقف كده من غير إيه شغل كبير، أوكي؟ أوكي. طيب عندنا ثلاث أنواع أسئلة، أنا مين أو أنا إيه، صح وغلط واختيارات. أحب أفكركم إن أنتوا عندكم وسائل مساعدة، أوكي؟ ماشي نبتدي على طول ونقول السؤال للأسرة الأولى، أنا مين؟ أو أنا إيه؟ أنا الحيوان الذي يلقب بسفينة الصحراء. قول. الجمل. الجمل، برافو. الأسرة دي. أنا الطائر الذي يتوسط على مصر. النسر، برافو. السؤال الأسرة دي، أنا عدد حروف الأبجدية العربية. قد إيه؟ 24. 24؟ ليه في أربع حروف وديتهم فين؟ 28. أه شفتي؟ ايه الاربعه دول راحوا منكم فين؟ ماشي اوكي. السؤال الاسره دي، انا عدد الايام في السنه 365 يوم وربع. بتفكر في ايه؟ وربع. من غير وربع. لا وربع صدقيني وربع بعد اربع سنين بتبقى سنه كفيفه. بعد اربع سنين 365 يوم. طب ماشي. لا ماشي اوكي. سؤال اللعبه دي، انا لاعب مصري فزت بجائزه افضل لاعب في افريقيا مرتين. صلاح. طبعا صلاح. صلاح. برافو كفيفه حلوه. ماشي اوكي. سؤال الاسره دي، انا اكتر المنتخبات حصولا على بطوله افريقيا. مصر. طبعا مصر. ماشي